السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا بحضراتكم في فيديو جديد من فيديوهات تبسيط العلوم. بنتكلم في تجربة جديدة، انتشار جزيئات المحاليل المختلفة خلال غرائز متصلب. المحاليل اللي احنا بنتكلم عليها، بنتكلم على محلول اليود اللي هو بيمثل المحلول الحقيقي، ومحلول النشا اللي هو المحلول الغرائز. طيب الثلاث تجارب قدامنا اهو. احنا التجربه الاولانيه كان في هنا نشا وجيلاتين ويود، بعد فتره لقينا في طبقه زرقاء بس عند فتره التلامس فقط. الانبوبه الثانيه كان اليود فوق وتحت جيلاتين مع النشا، بعد فتره لقينا الطبقه الزرقاء الكبيره اللي انتشرت بالشكل ده كده. تفسيرنا ايه للموضوع ده؟ تفسيرنا بكل بساطه اهو، بنقول المشاهده بتاعتنا تكون لا يظهر لون ازرق منتشر، مجرد بس طبقه التلامس فقط. خلاص؟ طيب والملاحظة الثانية، وجود لون أزرق منتشر في طبقة الجيلاتين والنشا في الأنبوبة رقم 3. بنستنتج من كده إن النشا ما كانش عنده القدرة إن هو يمر وينفذ خلال الجيلاتين، وإلا كان وصل لكل اليود وعطى لون أزرق، اللون الأزرق ده بس عشان طبقة التلامس، يبقى طبقة النشا لم تنفذ. طب وهنا طبقة اليود لا لها القدرة إنها تنفذ خلال الجيلاتين، وبالتالي وصلت للنشا اللي موجود مع الجيلاتين وكونت اللون الأزرق. بنفسر كده بنقول ايه، يبقى جزيئات الغربي انها نتيجه كبيره الحجم ليس لها القدره على المرور ما بين مسام الجيلاتين، تمام، في حين ان اليود اللي هو بيمثل المحلول الحقيقي بتكون الجزيئات بتاعته بتكون اصغر حجما، او الايونات بتاعته بتكون اصغر حجما، وبالتالي لها القدره على المرور داخل الجيلاتين. تمام، ادي التجربه بتاعتنا، وهيكون في فيديو هنحط الطبقه بتاعته تحت ان شاء الله في التوصيف بتاع الفيديو ان شاء الله، وهنشوف التجربه اللي بعد كده باذن الله. الى ان نلتقي في تجربه قادمه باذن الله، اترككم في رعايه الله وامانه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.